هذا حيوان نادر، الله اعلم هذا هو النمس. هذا كلينا 17 فلوس، 17 فلوس وخمس دجاج كبار. حنا المره الاولى كنا فاكرين وقلنا ربما يكون قط على حساب لي تراس تاع الاثار تاعو، وريقنا له كماش عند الجاج. مالك كي نوضنا صباح، لقيناه حكمه كماش. كي حكمه كماش كي سقسينا الناس قالك الله اعلم هذا هو نمس، قالوا لنا بلي راه نمس. كلنا 17 فلوس وخمس الجايز كبار، يجينا في الليل يوم بعد يوم ثالث يوم يدينا واحدة، ومين كلنا فايت العشرين دجاجة. حتى الجيران كلنا ماذا، لكن هو حيوان الله أعلم حيوان نادر هذا. بالنسبة للناحية تاعنا هذا نادر، هذا حيوان مفترس، هذا مفترس ياكل البيض، ياكل الأرانب، ياكل الجاج، ياكل والجاجة كي يديها يسحبها حتى أكثر حتى من كيلومتر، يديها القابة إلى حقها وياكلها، يقسمها على واحد اليومين هكذا. المهم حنا كلنا يجينا مرات، يجي من الفجر هكذا صباح زمان الفجر، الخمسة تاع صباح، الرابعة، ستة. واليوم هنا حكمناه، هذا هو الله أعلم هو النمس. هكذا مولاه يقدر يكسب الدجاج، يعني ملي صيدناه نقدروا نكسبوا الدجاج قدامها ما خلالناش. الله أعلم هذا هو النمس.